الحمد لله جل جلاله والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم. فالكلمة تكون كذلك على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقولون وخاصة نحن مغاربة عيد المولد، عند العلماء هذه كلمة أغلوطة، فعيد المولد ليس كما قال أهل العلم أنه عيد، وإنما موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم مغلوطة هذه الكلمة، فاش مات عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو المؤرخون وهذا هو الكتاب كتبوا على أنه موت النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الولادة كان النبي عليه الصلاة والسلام ما عارفش نفسه نبي، والصحابة ما عارفينهمش أنه نبي، وكيف يكتبون تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس المغاربة عيب علينا نخليو أبنائنا أنهم متوهمين العيد، كيشريوا الحوايج وكيعيدوا مساكن. أنا أقول لهم كلمة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فهذا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما من شيء يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به عليه الصلاة والسلام. العيد عيدان لا ثالث لهما كما يقول أهل العلم، كالفطر فيه 7 تكبيرات والثانية فيها 5 تكبيرات. فلهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام بيّن للناس الدين، وثم بيّن الإمام مالك رضي الله عنه أنه يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة، من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة ويراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. إذن هكذا أنه هذا هو العيد، وهذا ليس عيد بأنه المغاربة نموت ونخلي أبنائنا موهمين للعيد. هذا غلط كما قلنا ما أسلفناه أنفا، أن حسن البصري يقول: ليس العيد من لبس الجديد، وإنما العيد من خاف يوم الوعيد. فخوف الوعيد أن أمام الله الحشر، وأنه يوم القيامة الصراط، وأنه الجزاء وتطاير الصحف. هذا هو الخوف وهذا هو العيد الأكبر. نعم، فاليوم عند المغاربة ما شاء الله في الروضة والمقبرة، ما شاء الله أن المغاربة في الروضة أفواج أفواج. شنو عندهم؟ عندهم يسمونه العيد، كيجيو قال كيترحموا، وهذا غلط. ما نوهموش الناس ونقولوا لهم العيد ويمشيوا للمقابر. واليوم ليس عيد، العيد كما يقولون العلماء عيدان في الإسلام لا ثالث لهما، عيدان في الإسلام لا ثالث لهما، عيد الفطر، نعم عند الصيام عيد الفطر، وعيد الأضحى. هذو هما الأعياد اللي هما معروفين عند النبي احتفل لهم. اسمع يا أخي، وأن الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يحتفلوا لنفسه ولم يفعل عيد الميلاد لنفسه، وهكذا الحب ديالو أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم عيد، وهكذا كذلك عمر أنه البكاء محب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصهار النبي، وكذلك عثمان صهر النبي وذو النورين ولم يحتفلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك بأنه علي رضي الله عنه وكرم الله وجه الجميع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعا من النار. خصنا الناس يفهموا دينهم، والدولة إسلامية وشعبها إسلامي، ولكن التوهيمات ديال العياد والتوهيمات ديال الدين هذا غلط كبير. الله يوفقنا ويوفق هذه الدولة للخير ويعينهم على الدعوة الحقيقية وبيان الدين. خص الناس ما يبقوا شيء غالطين أنه راه عيد اليوم وهو ليس عيد، فلهذا لكان عيد الدليل واضح أنه خصنا الصلاة. فصلاة العيد أين العيد؟ فين صلينا العيد؟ نعم صلاة العيد ما فيه، صلاة العيد كاينة في الفطر وكاينة في الأضحى، هذه هي الصلاة وهذا هو العيد. فأرجو من الله سبحانه وتعالى رحمنا، وهذه هي الحقيقة. وفقنا الله وإياكم أن قول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة عليه الصلاة والسلام، ومحمد لم يخون الرسالة في كتاب الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا. هذا هو المذهب الإمام مالك. نعم، فالدولة دولة إسلامية وشعبها إسلامي والعلماء علماء، ولكن لم يبينوا أنه عيد ولا غير عيد.
فهذا موت النبي وليس مولد النبي عليه الصلاة والسلام. مات في ربيع الأول 12، هذا موت النبي. أما قبل كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم نفسه أنه نبي، ولم يفهم الصحابة أنه نبي، فكيف أنهم يعيدون للنبي؟ فنحن عيدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل يوم نحب النبي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ساعة وحين، وهكذا بأنه يوم الخميس أكثر ويوم الجمعة أكثر. وفقنا الله وإياكم، وسدد خطانا وخطاكم، ورحمنا ورحمكم. اللهم يسر السلطان للخير، والأمن للخير، والجند للخير، والدرك الملكي للخير، والأطباء للخير، وأهل الخير جميعا المسؤولين للمسؤولية، وشبابنا كذلك، يعوضهم الله سبحانه وتعالى من بعدنا خير وبركة وتيسير. أقول هذا، وصلوا على الحبيب، قلوبكم تطيب، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أقول لكم، صلوا على الحبيب، قلوبكم تطيب.